معانا على الهاتف الأستاذ أحمد شريف الناقد الرياضي. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني كيف ترى هذا البيان الصادر من اتحاد الكرة ببنوده لتقريبا 10 بنود وما يتعلق بوقف التعامل مع رئيس نادي الزمالك؟ والله أنا أشوف أن البيان اتأخر كتير. يعني الحقيقة بنشوف يوميا رئيس نادي الزمالك الأستاذ مصطفى منصور طبعا بيخرج في تصريحات على قناة نادي دايما بيهاجم اتحاد الكرة، دايما بيهاجم لجنة الحكام، أحيانا بيهاجم مسؤولي الأندية الأخرى منهم النادي الأهلي، نادي الاتحاد السكندري، أندية كتير. يعني ربما أنا أتفضل طبعا أن لو في نقد من جانب يعني مسؤول لحاجة معينة أو لحد من المسؤولين على الكرة في مصر بشكل لائق طبعا ده يعني النقد في النهاية بيكون مقبول، لكن كون أن الموضوع بيتحول إلى بيبقى فيه مثلا ألفاظ خارجة أو أن بيبقى فيه سباب أو شكل غير لائق بيظهر على الشاشات بيدخل البيوت، فطبعا يعني كان لازم يكون في رد فعل، ومش ما يكونش رد فعل البيانات فقط، بس انا اظن ان لازم يكون فعلا في تفعيل لدور لجنه الانضباط اللي المفروض كانت يعني اكدت قبل كده ان المفروض رئيس نادي الزمالك هيمثل امامها النهارده يوم الاحد، لكن هو طبعا لم يتواجد، وكانت اللجنه قدمت استقالتها لاتحاد الكوره من حوالي يومين او ثلاثه، لكن الاستقاله رفضت، وبالتالي كان واجب على اتحاد الكوره ان هو يتدخل في حاجه زي ديت، وان هو يعني يحاول يفعل دور لجنه الانضباط، وان يكون في يعني رد قانوني على اللي بيحصل من جانب رئيس نادي الزمالك. يعني أستاذ أحمد بشكل صريح كده، وزير الرياضة في مطلع العام كان تحدث عن خطة لتطوير الرياضة وعن استراتيجية وطنية للرياضة وعن مستقبل الرياضة، يعني بشكل صريح رأي حضرتك في شكل المنظومة الكروية في مصر، في شكل حالة عدم الانضباط، حالة الفتنة الرياضية، حالة حتى عدم الانضباط الإعلامي الرياضي، الشكل اللي بتسير ب إدارة أمور المنظومة الكروية في مصر؟ أنا يعني بمنتهى الأمانة وبمنتهى الصراحة أنا أوكي، يعني أحب أن أنا أشوف خطة بتتحط، وأحب أن أنا أشوف بنود نشتغل على أساسها، لكن أحب أشوف تنفيذ البنود والخطة دي، ما أحبش أنها تبقى كلام وخلاص. اللي بيحصل عندنا هنا في مصر أنه هو مجرد كلام بس مش أكتر، أن إحنا يعني الأجواء العامة الخاصة بالرياضة ما بنشوفش فيها تنفيذ للقوانين، ما بنشوفش فيها تنفيذ. هل هي أجواء تساعد على يعني تساعد على تحقيق إنجازات حتى لو تحققت؟ مستحيل 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 مستحيل، وطالما أن اللوائح والقوانين ما بتطبقش على حد وهي مجرد حبر على ورق، فطبيعي أن هيكون الحل اللي احنا فيه حاليا. هل هي أجواء تساعد على وجود خطط دقيقة واستراتيجية واضحة المعالم لسنوات مستقبلية تخص كرة القدم؟ هل هذه الأجواء يعني أجواء تصلح أو يصلح البناء عليها لما هو يعني يرضي طموح يعني الجمهور، جمهور الكرة المصرية؟ هقول لحضرتك، يعني احنا خلينا نتكلم في الجزئية دي من منظورين. منظور ان انا عندي لوائح وقوانين اذا نفذت هنقدر فعلا ان احنا نوصل اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده، وتثبيت الطموح اللي احنا او الاهداف اللي احنا حاطينها وعايزين نحققها. وجزئيه او المنظور الثاني اللي هو انا مجرد زي ما قلت لحضرتك اللوائح والقوانين عندي هي مجرد حبر على ورق، وبالتالي عدم تنفيذها بيخلي الاجواء مشحونه بشكل اكبر. شحن الاجواء ده بيخلي اللي بيتخذ القرار في النهايه بيحط اعتبارات المفروض ان هو ما يحطهاش وما يبصش عليها قبل ما يتخذ قراره، والقرار بناء على بند وبناء على لائحه وبناء على قانون. انا حصد قراري بناء على البند ده اللي هو اصلا متفق عليه من قبل او من بدايه الموسم او بدايه السنه ايا كان هو كان موجود في لائحه ايه بالظبط. لكن فكره او مجرد ان انا بعد بيبقى عندي توجه معين او ان انا بخاف من حد معين او ان انا دايما يعني بحط في اعتبارات كده في دماغي ان انا ممكن اتشتم من هنا او ان انا
قوارب الباب هنا والحاجات اللي بتحصل عندنا في يعني للاسف يعني. اذا هي استاذ احمد هي حاله من عدم الانضباط الرياضي اللي هي طبعاً. انا هكتفي بان حضرتك قلت لي ان هذه الحاله من الفتنه الرياضيه وعدم الانضباط لا يعني لا تساعد في تحقيق انجازات. انا بشكر حضرتك جدا استاذ انا بشكر حضرتك جدا استاذ احمد شريف الناقد الرياضي. ويعني الرياضه يعني ليس لها علاقة بما يحدث على أرض الواقع الحقيقة، بس يعني أكتفي بهذا القول.